إذن حضرتك ترى بأن الدعم الإيراني لتلك الأزرع الإيرانية الموجودة في عدد من الدول العربية أتت بتكلفة كبيرة للغاية على الدولة الإيرانية وتأثر بها سلبا قطعا المواطن الإيراني. حتما أخي الكريم، إيران منذ السنة الأولى لتولي نظام الملالي في إيران أعلن شعاره بلا خوف ولا حياء بتصدير ما يسمى الثورة الإيرانية إلى الدول المجاورة، وقد تصدى لها العراق نيابة عن الأمة كلها بحرب مفروضة عليه لمدة 8 سنوات، واستمر هذا النظام بكل أعمال الخبث ضد دول المنطقة من أجل تصدير هذه الثورة التي تعتمد على الطائفية واجتثاث القوميات الأخرى والكراهية وبث خطاب الكراهية ضد الأديان والمذاهب الأخرى من أجل تحقيق غايات شريرة في نفوس هؤلاء الملالي، إلى أن وصل الأمر إلى ما وصل إليه اليوم، والذي نرى أن الشعب الإيراني قد انتفض ضد هؤلاء الطغمة الفاسدة التي تتخذ من الدين ستارا لها لتحقيق أهداف قومية شعواء ضد الشعب الإيراني بكامل قومياته وضد شعوب المنطقة المحيطة بإيران.